السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا في قناة تفسير الأحلام. في هذا الفيديو سوف نتطرق لموضوع رؤية الحذاء في المنام. وهناك الكثير من البشر من يرون أنفسهم يغيرون أحذيتهم في المنام، أو يشتري حذاء جديد، أو ربما يرمي حذاءه القديم، أو يمشي بحذاء بلون معين إلى غير ذلك. كل هذا سوف نتطرق إليه في هذا الفيديو. أول شيء، الحذاء القديم ربما يدل على الكثير من المال. فهناك من سألني عدة مرات أنه يرى نفسه أنه امتلك حذاء قديم أو يلبس حذاء قديم، لكن تكون نفسيته غير مرتاحة ويقول لي إني خائف من هذا المنام. فأبشرك أن لا تخاف، الحذاء القديم دلالة واضحة على قدوم وحصولك على الكثير من الأموال، وسترزق خيرا إن شاء الله. هناك أيضا من يرى نفسه يمشي بحذاء، المشي بالحذاء، هذا يدل على أن هناك فرصة للسفر حسب اللون الذي رأيت عليه الحذاء. فمثلا أنت ترى نفسك أنك تمشي بحذاء أسود، فهذا يدل على أنك سوف تسافر طلبا للمال كي تحسن وضعيتك الاجتماعية، وسفرك المقصد من الحصول على أموال وتحسين الوضعية كما قلت لكم. أيضا من يرى نفسه أنه يمشي بحذاء أحمر، فهذا الحذاء يدل على الترفيه والتسلية، أن سفرك سيكون مقصده تسلية وترفيه وترويح عن النفس. أما الحذاء الأخضر فهذا يدل على أنك ستسافر بنية الحج أو ربما العمرة، المهم ستسافر لأداء فرض ديني. كذلك من يرى نفسه أنه يمشي بحذاء أصفر، فهذا المقصد منه أنك سوف تسافر بإذن الله، والغرض هو أمر طبي أو قصد العلاج، ستسافر قصد العلاج. كذلك كل من يرى نفسه أنه يلبس حذاء ويكون هذا الحذاء جميل نوعا ما أو مقبول، فهذا يدل على أن هناك شخص من العائلة سوف يسدد عنك دين أرهقك وأغلقك، لكن الله فرج عنك ويبشرك بأن هناك شخص قريب جدا، ربما يكون أخوك أو أبوك أختك صهرك، المهم شخص من العائلة المقربة سوف يسدد عنك الدين. هناك أيضا من يرى نفسه أنه يخلع حذاءه، فخلع الحذاء غير محمود لأنه كله خسارة للمال، ربما ستدخل في صفقات تجارية وتخسر العديد أو الكثير من الأموال، وربما تخسر مالك كله، فلا تحاول أن تقوم بهذه الأعمال عندما ترى هذا المنام وتتأكد أن هذه الرؤية صادقة. هناك أيضا من يرى نفسه أنه يلبس حذاء مريح جميل ويمشي به وأنه يحس براحة كبيرة في المنام، فهذا ربما الله يدعوك إلى أن تروح عن نفسك وتخرج من الوضعية التي تعيشها، ربما ضغط العمل وضغط العائلة، فهذه دعوة لأن تروح عن نفسك وتغير الجو. أما بالنسبة لمن يرى نفسه أنه يلبس حذاء واحد، أي نقول نحن نمتلك رجلين وكل رجل لابد من لبس حذاء، إذا رأيت نفسك أنك تلبس حذاء واحد فهذا يدل على مشاكل، أو خاصة عملية أو مع شركاء، وربما ستكون هناك أمور متوترة للغاية. وأيضا لبس الحذاء الواحد يدل على طلاق، ويدل على انفصال ما بين الأزواج، وانفصال بين المخطوبين، أو انفصال بين الحبيبين بنية الله. لا نقول أن الحبيبين مثل ما نراهم اليوم في المعاهد وفي الجامعات، لا، حبيبين تحابا لوجه الله، خطبها وخطبته أو أحبوا بعضهم، وهناك برنامج زواج في المستقبل إن شاء الله. إذا رأيت نفسك أو إذا رأيت الفتاة نفس الشيء فهذا يدل على أن هناك ربما انفصال وستكون هناك مشاكل كثيرة. أما بالنسبة من يرى نفسه أنه يرقع حذاءه،
الرؤية غير محمودة، لأن هذا الشخص يتحدث بأسرار عائلته ويتحدث بزوجته على لسان أناس آخرين، أو ربما يعطي أسراره لشخص دنيء خسيس النفس، وسيحاول هذا الشخص أن يدخل في حياته بينه وبين زوجته. أما إذا رأى نفسه أنه يأخذ حذاءه ويعطيه لشخص يرقع له، فهناك شخص ربما يحاول أن يؤذي زوجته. هذا إخواني في الله تفسير رؤيا الحذاء بصفة عامة. أردت أن أشير إلى شيء آخر، هناك أيضا من يرى نفسه أنه يرتدي حذاء ويرتدي فوقه حذاء آخر، لأن في المنام كل شيء جائز. أنت تلبس حذاء وشاهدت نفسك أنك ترتدي فوقه حذاء آخر ويكون جميل، فهذا دليل على أنك ستتزوج مرة أخرى. وأيضا اللبس، من يرى نفسه مثلا يرتدي قميص وشاهدت نفسي أني أرتدي قميصا آخر فوقه، فهذا يدل على أنك ستعيد الكرة وستعيد الزواج. هذا إخواني في الله حوصلة كل ما يخص الحذاء في المنام. كل من له أي استفسار يترك لي تعليق هذا أسفل هذا الفيديو، نحن ننتظر دعمكم لنصل إلى أكثر عدد من المشتركين. وإن وصلت إلى العدد المحدد ووجدت تفاعل مع القناة، فإن شاء الله سوف أرد على جميع تعليقاتكم عن طريق فيديوهات مثل التي تشاهدونها الآن أمامكم. لن أكتب من هنا فصاعدا، إذا وجدت تفاعل فسأرد عن طريق فيديوهات، مثلا الأخت فلانة، أو نفسر الملام مباشرة، نقرأ تعليقها ونقوم بالتفسير في المباشر. آخر شيء، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.